مبارك حال شباب، معكم شركي اياد شركة كيو، جايكم فيديو جديد. طبعا شباب اليوم راح نلعب جيم مود جديد جدا رهيب ببابجي موبايل باسم مترو رويال. لعبة مترو اكسيدس الغنية عن التعريف تعاونوا مع ببجي موبايل عشان يعملوا طور جديد بلعبة ببجي موبايل باسم مترو رويال، والطور جدا خرافي. الطور ما هو باتل رويال، مو والله تفوت وتدبح الكل وتطلع عايش، لا. الجيم مود عبارة عن سيرفايفل، تنزل بماب جديد كليا، ماب مخصص لهالجيم مود، تروح على هالماب تقتل باقي الاعداء وتقتل وحوش موجودين جوا اللعبه، تاخذ لوتهم، بعدين تروح لمكان وتطلع برا اللعبه. لو طلعت برا اللعبه ومعك كل هاللوت، خلاص هاللوت كله راح يطلع معك لبرا اللعبه، فينك تخزنه عندك وتستعمله باجيال مستقبليه، او فينك تبيع هاللوت وبعدين تاخذ فلوس وتشتري لوت احلى واسلحه احلى. بس لو حدا ذبحك بالجيم وما قدرت تطلع وتطلع لوتك، فلوتك كله راح عليك، خلاص الشخص اللي ذبحك راح ياخذ اللوت تبعك كله اللي جوا اللعبه. فجيم مود حلو وفيه تحديات حلوه، فيلا خلينا نروح ونلعب مع بعض. اوكي شباب، فنحن حاليا باللعبه مثل ما شايفين. خلينا نروح على الجيم مود الجديد اللي هو تضغط على الطياره اللي موجوده ورا، راح يعطيك لودينج ويحولك. القائمه هون جدا رهيبه مثل ما شايفين، والساوند تراك الموسيقى جدا خرافيه نفس موسيقى لعبه مترو اكسيدس. فخليني اشرح لكم الاشياء اللي موجوده بالمنيو الجديد، لانه هذا جيم مود جديد كليا مثل ما خبرتكم. اوكي، اول شيء عندنا السوق السوداء، لما نروح عليها في اشياء فينا نشتريها مثل ما شايفين، بيعطوكم فلوس مثل ما شايفين فوق عندي 60,000. ففي اشياء فينك تشتريها، نفس في امو جديد، امو ناري عندك، خلينا نشوف عناصر مثيرة. عندنا ألغام جديدة نفس لغم سام، لغم كهرباء، اتاتشمنت جديدة على الأسلحة، في سلاح جديد، وفي كثير أشياء جديدة ثانية. طبعا هالأشياء فينا نشتريها من السوق السوداء، والسوق السوداء فينا كمان نبيع فيه أشياء. الجيم مود نفس ما قلت لكم بداية الفيديو، منفوت منجمع لوت منجمع لوت منجمع لوت، بعدين تروح لمكان وبتهرب. لو طلعت عايش بتطلع هون وبتبيع أغراضك بالسوق السوداء، ومقابل الفلوس اللي اخذتها بتشتري فيها اشياء جديده. فراح نحاول حاليا ندخل ندبح ناس كثير، ناخذ لوتهم ونطلع ونبيع ونصير اغنياء. حتى في خوذه الرؤيه الليليه، في اسلحه جاهزه فينا نشتريها مثل ما شايفين، حتى عندنا ادرع فينا نشتريها. وطبعا مثل تركم الفلوس هي، نحن بنفوت بنجمع اشياء ونطلع بنبيعهم وبنجمع هالفلوس. فصراحه حركه جدا حلوه، حتى في ادرع مثل ما شايفين، ادرع شكلها جدا رهيب. عندنا الموهبه بس مسكره عندي، لازم اوصل ليفل 5. عندنا مقر القياده اللي فيه شخصيات فينك تتكلم معاهم. خلينا نتكلم مع الشخصيه الموجوده في النص مثلا. فبتقعد تحكي لنا انه انتبه وكذا، كلام قصه يعني. وفي كمان الهديه اللي هو كمان فينا نشتري اشياء من عندها. بعدين لو تضغط على الشاشه الموجوده ورا اللي اسمها المهام، راح يفتح لك مهام تسويها، اظن تتجدد كل فتره. فانا سويت بعض المهام اللي هي العب مباريات، دخلت جيم واحد اخذت فكره عن الجيم مود بشكل جدا سريع. فخلينا ناخذ الهدايا. الهدايا اوكي، المهم بيقعد يسولف معنا كلام، اعطونا فلوس كثير 5000 مثل ما شايفين، وفي اني اسوي دمج 20 عفوا 200، سويت دمج 200. فخلينا ناخذ الهدايا حقتنا كمان. بعدين عندنا التصفيات مثل ما شايفين، بالتصفيات بتشوف رانكات الناس الاولى على العالم، فيعني لو شديت حالك بهالطور راح تدخل فيهم. انا مثل ما شايفين كاتبين غير مصنف. طيب وقبل ما ندخل لازم نروح على العتاد مثل ما شايفين تحت على اليمين. العتاد هو الاشياء اللي موجوده عندنا، لازم نضبط حالنا قبل ندخل على الجيم. فخلني احط السلاح الرئيسي، خلني احط الخوذه، نلبس شخصيتنا الخوذه، بعدين الارمور. هاي الاشياء كلهم يعطوكم اياها بالبدايه، انت بعدين لما تدخل وتجمع راح يعطوك اشياء اكثر. فنحط الشنطه، وبعدين اظن باقي الاشياء هاي نحطها بالشنطه كلها، او لا عندنا امو او هذا نحطه على السلاح نفسه، والباقي الاشياء نحطها كلها بالشنطه. فان شاء الله ندخل ونجمع لنا اشياء رهيبه ونطلع فيها. اوكي شباب، فمعنا عبد الله بدران او بدران جيمنج. يا هلا والله. هلا هلا والله، هلا مستعد لنفوت وندعسهم وناخذ اللوت ونطلع اغنياء؟ طبعا طبعا، ولا يهمك طبعا عليك. طبعا طبعا والله راح ندعس، يلا خلينا نفوت بس. اوكي شباب، بدا الجيم مثل ما شايفين. طبعا لما نفتح الخريطه مثل ما شايفين عندنا هون نقطه خضراء ونقطه خضراء هون ونقطه خضراء تحت، هاي النقط هي اللي بنروح فيها وبنفوز. فنحن فينا نروح باي وقت، بس لازم نجمع لوت كويس بعدين نروح. ومثل ما شايفين هون في نقطه حمراء، النقطه الحمراء هي يعني انه في بوس فايت او وحش لازم نقاتله، فممكن نقاتله بهالجيم او ممكن هالجيم فقط ناخذ لوت حلو ونطلع ونفوت جيم ثاني وندخل نقاتله. شو رايك بدران؟
والله خلينا نلعب جيمين احسن. جيمين، الجيم الاول نجمع لوت ونطلع فيه، والجيم الثاني نقاتله. صح يا شباب، بدران عنده قناه على اليوتيوب، عنده قناه من زمان 2016 كان سحب عليها وحاليا رجع، ففجروا ام قناه السبسكرايب يا عيال، الرابط هتلوها بالوصف. نتشرف فيكم يا شباب، تفضلوا تفضلوا. نمشي هلا نروح مع الشباب اللي معنا، هم حطوا مارك صح شباب؟ يلا. لا اسمع، الشباب اللي معنا حطوا على العلامه الخضراء على طول، هدول خلاص بدهم هيك يفوتوا ويهربوا على طول. طب لوتو اسمع، امشي وراهم، بس لو كانوا لو كانوا راح يهربوا على طول نسحب عليهم. ماشي، لو شفنا ناس نذبحهم بنذبح. ايوه ترى هون مو كل الناس اعداء، في هيك مثل الوحوش نقتلهم وناخذ لوتهم. اوكي اصحابنا عم يتضاربوا، في واحد على اليمين، في واحد انا مش شايف حد، بس شايف انكم عم تطخوا على ناس. انا في واحد ضربني ضربه، في واحد فوق. اوكي والله الشباب اللي معنا ما قصروا صراحه، بس خلنا لوت 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 بسرعه. ترى هون التلويت جدا مهم، لانه بتلوت وبتطلع تبيعهم برا الجيم، ففيها فيها فلوس الشغل. شو رايك نروح على البوس فايت؟ انا رايي خلنا نروح على صندوق. في صندوق وين؟ يلا جاي. او صندوق كبير هذا. اسمع انا رايي نفوت على البوس فايت، نروح نقاتل البوس هالجيم، لانه اللي معنا لعيبين، ممكن الجيم الجاي يدخلوا معنا ناس يعني، والله يورجيك. طب عم تحكي لي في صندوق، في صندوق، طب لوته ليش ليش تناديني؟ طيب فكرت في صندوق، تعال راح اعطيك اياه. في صوت طخ على يميني عليهم، انا مو سامع صوت حد. اوكي اوكي في صوت طخ على اليمين، على اليمين هيهم. يلا يلا، ناس بشر ولا وحوش؟ لا ناس، دمجت واحد فيهم. شفته شفته شفته، امشي امشي رايح عليه، قتلته. كافو بشار، مع انه الايم مضروب بس كويس كان واقف وواصل. جيب اللوت جيب اللوت، ما يهمني يهمني اللوت، خلينا شوية لوت. ما في، هات وين اخر شيء؟ قتلته قتلته؟ ايوه طالع قلوته، ما انا ما عندي مكان، بس بركي عنده شيء حلو. اتوقع انك ما تقدر تاخذ شنتات ثانية. لا يا كلب يا كلب، كيف طلعت؟ هاي بتعرف لو اخذت اللوت ولا؟ هاي الو لوتي. لا ما عنده، ما عنده يا اخي كثير رصاص واسلحة بس. طيب داخل ببجي انت، مين بضرب؟ شو بدك غير الرصاص والاسلحة؟ اوكي اوه هاي هاي. اوكي اوكي شباب، حاليا في نفق، فحاليا المغامرة تحت بالظلام والوحوش والكلام. في صناديق كثير. اوه في لوت هون جاهز. هذا الشخص اللي قتلته انت صح؟ انت هذا ولا في حد غيره؟ انا لا في حد غيري. وينه؟ ما بعرف بس سامع صوت عتمة، مو شايف شيء. اوه قتلته قتلته، عندي خبط العتمة يخرب بيته، عندي نايت فيجن انا، بس ايم بالسلاح بصير هيك بشوف كل شيء اخضر. نايس، ما عنده شنطة كبيرة خوينا هاد؟ لا. كيف انا قتل واحد لحد الان؟ كل اللي قتلته من ضد واحد؟ انا اربعة. تعال تعال، عندي عندي واحد عندي واحد. وينك؟ الله والله الزوم قتلته، الزوم اللي عندي بخليني اشوف كاني بالنهار، كاني برا. والله شفته؟ لا، اي شفته شفته شفته، تعال تعال. وينه؟ يا حول ولا قوة إلا بالله. أوه نيكو نيكو هاي، رمى فلاش. شو اللي فجر؟ ما أدري إيش اللي فقع فينا هذا؟ شي كأنه فلاش، المهم إنه مات، المهم إنه مات. ترى باقي 14 دقيقة ولازم نرجع على الهاي، نطلع وين؟ نطلع بالمكان الأخضر. ليش يطول هيك لبين ما يفتح البوكس؟ 5 ثواني. بيطول، أي بوكس حتى لو بوكس صغير بيطول، مش عارف ليش. مفتاح، ما هو اظن انه هالجيم شغل تلويت وبيع وكذا، فمخلينها شوي صعبه. الناس اللي معنا ماتوا، ما في الا انا وانت.
يلا نقتل الوحش على السريع ونطلع. قديش باقي على الكاونت داون لانه نهرب؟ اشتغل 12 دقيقة 13. في على ناس اليمين عندي، مكتوب تحت في ناس الخريطة. عندي، في ناس عندي، في ناس عندي، في ناس عندي، في ناس عندي. انا وصلت عند الوحش في الشارع بينا كثير. اهرب اهرب وما عليك. قتلته اعطيها قتلته الشردة. قتلته صار عندي 6 كيلز. والله اموري انا تمام بهاللعبة. ادري اللعب تبعهم مو ناس حقيقيين بس يعني سلكولي. انا صرت عند البوس يا اخي. خلص خايف يلا خايف واحدة. خايف انه ما راح نلحق. يلا ما لسه 12 دقيقة يا اخي. البوس قديش بده ياخذ وقت؟ طب المسافة بين البوس والخروج قريبين قريبين على بعض. اوكي يلا قريب. انا عنده. يلا يلا جايك. اوكي انت. البوس محاط بمياه. في سبحت لعنده انت؟ بس في صوت حدا عندي. ما اظن هذا صوت البوس لانه بيكون معه ناس هيك بيحموه. سامع سامع صوت عندك كثير انا. كيف بدنا نفوت؟ في بطخ علي باب، بطخ علي ورانا. حلو مات الاول بس في 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 ثاني، في ثاني سامع سامع صوته. بسوي ريلود. احميني. قتلته. في واحد يسار. قتلته. والله شغال كل ورا كل يا معلم. طيب يلا يلا ما في وقت ما في وقت ما في وقت لازم نروح على البوس. حلو مات. في واحد وغيره. هو هذا البوس، هذا البوس. بدران بدران اقتله اقتله راح يحميني. ارمي ارمي على القنابل بس. عم هيل عم هيل لنا. لا لا اصبر انا اكلني هوا كمان. ان شاء الله ما يجي لي بس. ربيته. ان شاء الله ما يجي لي بس. لا 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 يا خوي يا خوي خلاص ما راح نذبحك مع السلامة. قتلك؟ لا انا بهيل. اسمع انا 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 هربت مع السلامة يا وحش. لا لا بدر انا متت. جوا جوا البرج جوا البرج. تعالي جوا البرج متخبي تحت جوا البرج. لا 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 حرام. ما لحقت تجيلك يا اخي. قلت لك خلينا نطلع باللوت اللي عندنا ما بدك. اخ بس اوكي اوكي اسمع انت دخلت. انا في واحد وراي. طيب في واحد وراي. انا دخلت. وين وراك؟ قتلته قتلته خلاص قتلته. لا تموت لا تموت. جايك جايك خلني الوته بس. يلا جيب اللوت يا وحش. اسمع النفق عندك فيه هذا فيه قطار؟ ايش؟ فيه. نايس. طب لا استناني اوكي ما تمشي فيه. كم تدفع؟ 5 دراهم. يلا وين؟ طب وين وين مدخل النفق؟ مو شايفه. في زي غرفه هيك صغيره لونها ابيض. اوكي اظن هاي الغرفه صح. ايوه هاي الغرفه. اوكي يلا وينك؟ الوضع صار عتمه. وصلت لك وصلت لك. اوه يا هلا والله. اتحرك طب اتحرك. اصبر اتحرك. يلا روح 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 يا وحش روح. طب انا ليش قاعد بطيء؟ ما فيني استعمل سلاح؟ والله فيني. بطيء. ادفش ادفش انت ساكت. ادفش ادفش. شو تعبت انا يا اخي. طب اعطيني اعطيني اعطيني. سوي 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 خروج. في ناس في ناس في ناس في ناس في ناس في ناس وراي وراي وراي. اي ان شاء الله يطلع. حلو مات. اوكي كفو. يلا اسمع انا خلينا نلوت وانا اللي هسوق. اوكي تعال تعال سوق بسرعة بسرعة. بلوت بلوت بس يا خوي. نطلع لوت يا وحش. اوكي قيادة. كيف القيادة؟ يلا روح دوس. بسم الله. ليش مصدي 1000 القطار هيك؟ صح. اسمع جهز سلاحك يمكن طلعنا ناس بالمحطة الجاي. جاهز جاهز ما عليك. اوكي اوكي انا طخيت بالغلط. اوكي نطلع هلا من هالمحطة. اسمع شو رايك نروح على البوس؟ يلا بس لو بتموت ما خصني. شوف لو واحد منا مات خلص التاني يسحب عليه ويروح وينجي بحياته. تمام يلا ينجي بحياته. حكيتها صح حاس غلط. ينجى بحياته عادي يا عم. طلع لي فلير جن، طلع لي درع، طلع لي اشياء خرافية. كأنه فيش مخرج من هون. لا تقول محبوسين. في بوكس منها. تاني على فكرة. اصبر اصبر لوت. في كتير في كتير البوكسات في هالمكان.
بس ما في مكان تطلع منه هناك يا اخي. انا بقول بدون البوس لانه عندنا لوت خرافي، خلنا نطلع ونبيعه ونطلع فلوس. ولا نقاتل؟ شوف نقاتله. والله ما ادري، خلنا نروح نخاطر. يلا يا رجال. هاي اصبر يا عبد الله. يلا امشي، يلا اسحب علي. ها انا قدامك، اسلحتنا زباله، هتروح تموت تطلع. اسمع من فوت عليه، اول ما تحس حالك راح تموت خلاص نحكي له السلام عليكم يا اخوي، كنا جايين نسلم عليك بس. اعطيها شرد. ايوه، حبينا نشوف وجهك ومع السلامه، ونروح وننجو بحياتنا. ولو واحد منا مات الثاني يسحب عليه، الثاني يروح ينجو بحياته. قتلت لك يا، يلا روح. هذول مو ناس حقيقيين، لما تقرب على البوس بيكون فيك جنود حواليه. بعرف. خلنا نلوتهم، بركي عندهم شيء مرتب. سامع صوت كثير ناس. ورانا. حلو. طلع الحيوان هذا شال نص هيلثي. على فكرة أنا اللي دمجته. في كمان. هاي اثنين هلب. كفو ونقول بسم الله. تعال، في لوت حلو. اسمع، في غير وراي في بوكس، خلي لي اياه. روح، في نفق هون، طلع في نفق جوا هون غريب. خلنا ننزل فيه عليه. وينك؟ هون نفق. يلا اظن تحت، ترى هبه شار لو أظن... علقنا ومتنا خلاص. لو اوي هو هلبس بس جي جي بشار. لا هذا مو البس. تعال، هذا واحد مسوي نفسه بس. ايوه البس. ايوه اهرب. نقاتل معه بذكاء. اسمع، خلينا قريبين، خلينا قريبين من النفق. راحق وراك. هاي، مع السلامه. لا جي جي باي. بيطلع بيطلع ولا بيضل متخبي تحت؟ اسمع اوكي، هلا صعب نقتله، بس على الاقل خلني اعلم عليه، بس ادمجه، اهم شيء التعليم. بس احكي له رصاصي عليك ترى، عشان تعرف وينه. ادخل جوا بس هتلاقيه في وجهك. هاي باي امشي بلا علم عليه ولا بطيخ. امشي ولا علم عليه. ليش لا؟ تعال ليه طخ بس. والله مع السلامة، اشوفكم فيديوهات ثانية ان شاء الله. تعال اطلع. امشي والله بدمج دمج جدا عالي. انا وصلت. فينك مش هدخل، مستناك. فينك لحالك تروح اصلا ولا لازم كلنا نجي؟ جرب. هاي بدخل في دائرة خضراء، بعطيني كبسة باك بكبس عليها السمكة بس. اوكي لا اصبر خلنا نسويها مع بعض. ليكني وصلت لك. تعال. ايوه شايفه دخان اخضر. يلا وصلت. شوف، تحدي بيني وبينك، اللي هيطلع فلوس اكثر من اللوت اللي هيبيعه بعد الهي بيكون اقوى. اوكي ايوه، بس هيك اقوى. واو، بس يلا امشي روح. عودة. ترنينج. اوكي، بدك تحدي اقوى، عزيمة على عشاء. تمام، انت وين وانا وين؟ عزيمة شو؟ لما نلتقي شي يوم. اوح والله لوتي مرتب. طيب ماشي. اوكي بيطلع لك الاجمالي. شوف انا ما راح اكذب، انا طالع عندي بالفيديو، كل المتابعين شايفين. انت كم اول؟ انا ما راح اكذب، انا ما هطلع، راح احكي لك. طيب 33000. 57000. القم إلي عزيمة معاك على العشاء. خلاص KFC. ها ولو ليش لا، ثواني ليش KFC؟ لا خلنا نروح على الغالي. تشيليز هالمطاعم المرتبة. مش مشكلة، تشيليز عامل ديسكاونت 50% على طلبات. خلاص، المهم انا يوصلني الاكل. خلني ابيع، اظن بروح هون، فيني حدد على الكل واعمل بيع مرة واحدة. اوكي، فهي كل الاشياء اللي عندي، تحديد الكل، بيع موافق. كم الفلوس؟ ثواني، ليش اعطاني 37000 بس؟
طلع لي بالجيم انه 55,000. ليش؟ شو يعني تاكسس يعني ولا شو بالضبط؟ ولا اظن في اشياء حطها بالعتب. لا والله ما في شيء. نصبوا علي فلوسي. الو راحت عليك والله. طلع بس حتى اسمه حتى 37,000 اكثر منك. ففي عزيمه عشاء يعني في عزيمه عشاء. اوكي شباب هل فيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا جيب زر اللايك. شاركونا بالطلقات اراكم عن هالطور وشيكوا قناه عبد الله كمان راح تلاقوها موجوده بالوصف. وبس كل معكم شاركي يا لو شاركك. نشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه.